استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في مكتبه بقصر القضيبية اليوم بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. استقبل عددا من مديرات المدارس وذلك بمناسبة حصول مدارسهن على تقييم ممتاز في دورات متتالية من هيئة جودة التعليم والتدريب. وفي معرض ترحيب سموه بمديرات المدارس أكد أن استقبالهن وتكريمهن يأتي من واقع التقدير بما قمنا به من جهد وعمل مكن هذه المدارس من الحصول على هذا التقدير الرفيع، فالشكر لهن وللجميع منتسبين وطلبة وأولياء الأمور. فهذه النتيجة المشرفة جاءت نتيجة جهد جماعي وشراكة كاملة، وتترجم ما يصبو إلى تحقيق المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب من أهداف المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي بدأ العمل به منذ أكثر من عقد من الزمن في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في مجالات التحديث والتطوير التي شهدتها المملكة في عهد جلالته حفظه الله. وأضاف سموه أن برنامج التحسين الذي يأتي ضمن مشروع تطوير التعليم والتدريب مستهدفا تحقيق الجودة والارتقاء بأداء المدارس وتحسين المخرجات قد بدأ يؤتي ثماره الطيبة من خلال ازدياد عدد المدارس التي تحقق تقديرات ممتازة وجيدة والتي وصل عددها إلى الآن إلى أكثر من 60 مدرسة، مباركا سموه للأستاذة بدرية صويلح مديرة مدرسة آمنة بنت وهب فوزها بجائزة جودة التعليم، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الحكومي 2016، ولزميلاتها الأستاذة أمينة يوسف شاب والأستاذة خلود عبد الله خليفة والأستاذة مريم إبراهيم دليم والأستاذة إيمان عبد الكريم مريد والأستاذة جهاد محمد الهاشمي والأستاذة آمنة حسن الصليطي والأستاذة ملكية الفرة لحصول مدارسهن على درجة ممتاز لمرتين متتاليتين. من جانبه أعرب وزير التربية والتعليم عن خالص شكره وتقديره لسموه لهذه المبادرة الكريمة التي سيكون لها أطيب الأثر في الميدان التربوي، وتؤكد مدى اهتمامه بدعم التعليم ومخرجاته. وقد قدمت مديرات المدارس الشكر والامتنان لسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على ما حظينا به من تكريم واستقبال من لدن سموه، والذي يعد حافزا لهن لبذل المزيد من الجهد والعطاء المخلص في أداء مهام مهنة التعليم في مملكة البحرين.